هذا 2023 كان إقبال رائع جدا، بمعنى الأرقام دابا اللي تقدمت راه تتفوت 12-13 مليون سائح أجنبي اللي كان في المغرب. الدافع الأول وهو البلاد تبارك الله ديالنا ولات زينة، يعني المنشآت والطرقان وهذا. الدافع الثاني اللي هو مهم جدا هو الأمن، كاين الأمن والأمان بارابور لدوتر بيي، كاين الأمن والأمان في المغرب. والدافع الثالث هو لا بريستاسيون في كرة القدم اللي دار الفريق الوطني في قطر، ما نساوهاش حتى هي كان عندها واحد الوقع، لأن مباشرة فاس، مدينة فاس اللي كانت خاوية من السياح سجلت 100% في لي زوتيل المصنفين، فاس سجلوا 100%، لأن ديك الشيء اللي دار المغرب كلشي ولا تيتسائل على المغرب فينا هو ونزوروا المغرب إلى آخره، ثم استقبال المغرب والربح نتاعو للرهان نتاع كأس العالم 2030. المؤشر اللي تيعطي للمغرب أنه يكون عنده إقبال على سياحيا هو عوامل متعددة، أهمها الاستقرار السياسي والأمني إلى هذا. الجانب الثاني هو الجانب الإعلامي، أن إعلاميا المغرب عرف من خلال انتصاره أو على الأقل وصوله إلى المرحلة بعيدة في كأس العالم في قطر. هذه مؤشرات تجعل أن المغرب غادي يكون عنده واحد الإشاعة عالمي كبير، والناس غادي توقعوا، وخاصة حتى السياح السابقين اللي زاروا المغرب غادي يزيدوا يوسعوا الدائرة ويعطيوا فكرة على المغرب حقيقية. وسأل الله أن تكون الدائرة أوسع والمغرب يعرف أكثر من 13 مليون سائح، وهذا كله في صالح البلاد. المغرب ما شاء الله عليه بان بزاف في الفترة ديال المونديال، قطر والمنتخب ما شاء الله عليه المغربي دار واحد ضجة كبيرة من خلاله، أنه تعرفوا على المغرب الناس بزاف، وداكشي علاش مقارنة السياح قبل مع دابا ولاو بزاف في المغرب وتكاثروا بزاف. المغرب فيه ثقافة، داكشي علاش فيه ثقافة، فيه بلايص زوينين ما شاء الله. البلاد ديالنا عامرة بزاف د البلايص مزيانين، وحتى لا كولتشي كيتلعب دور. كنظن بأن الدولة المغربية والحكومات المتتالية عملوا اللازم باش المغرب يكون عليه إقبال، وحنا كنلاحظوا بأن كاين إقبال. أنا دابا في مدينة الرباط كنشوف أن الرباط ما كانش عليها السياحة بزاف، واليوم كاين بزاف ديال السواح إلى آخره. مراكش كلشي كيدوي على مراكش، يعني العالم مجموعة مراكش بحال كدوي على ما على تور إيفيل في باريس ولا يعني مراكش ولات عندها سمعة كبيرة. أنا كنقول لك يعني بلادنا المغربي هو مغربي مقبول، ورجل يعني جينيرو كيقولوا.